ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. 7 أدلة تصحح فهمك للبدعة. 1، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والسنة الحسنة هي فعل خير لم يفعله أحد من قبلك. 2، أحدث الصحابة أعمالا لم يكن النبي قد فعلها، وذلك مثل صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة سوى ليال معدودة ثم تركها، ولم يصلها أبو بكر جماعة في المسجد ولكن فعلها عمر بن الخطاب وقال عنها: نعمة البدعة هذه. 3، صلى بلال ركعتين بعد كل وضوء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لكنه أقره عليها وحمد أحد الصحابة الله في الرفع من الركوع بصيغة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لكن النبي مدحه عليها. 4، قال حجة الإسلام الغزالي: ليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع. 5، قال الإمام النووي: وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. 6، قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فما كان فيها من خير للناس، ولا تعارض أصلا من أصول الشريعة فهي مندوبة أو واجبة. 7، إذن البدعة المنهي عنها هي أن تفعل ما يخالف أصول التشريع وأن تخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يضادها، مثل أن تغير في عدد الصلوات أو في أعداد الركعات أو في أماكن الحج إلى نحو ذلك. أما ما كان من الشريعة وأصولها وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا من الحجة البيضاء فهو ليس بحرام ولا منهي عنه.